نعزز إقامة دولة جمهورية الجزائر العربية على هذا التعاون، وكذلك على المؤتمرات التي أقيمت في الدولة. نحن كدولة الكويت وكشعب دولة الكويت نشيد ودائما يعني نستمد من الشعب الجزائري القوة والنضال العربي المشترك. نشكر كثير دولة الجزائر على هاي المبادرة اللي عم تقوم فيها حتى توطد كافة الأعمال المشتركة ما بين الأردن وما بين باقي الدول العربية والجزائر، وهذا هو نوع من أنواع يعني تفعيل دور العمل التشاركي ما بين الدول العربية. دولة الجزائرية مشكورة على استضافة هذا الملتقى الذي يعتبر كما ذكرنا هو نواة للقاءات لاحقة، وبطبيعة الحال الجزائر دائما عودتنا أن تكون هي السباقة في كل ما هو ثقافي وكل ما هو في خدمة المجتمعات العربية. كل الشكر والتقدير لأشقائنا في الجزائر الذين أقدموا على هذه المبادرة، والذين حقيقة خلقوا هذا المناخ في هذا المنتدى بجمع نخب مجتمعية، بجمع مؤسسات، بجمع أكاديميين مختلفين للالتقاء والحوار فيما بينهم. هذه بحد ذاتها مؤشر إيجابي، وتشكر عليها الشقيقة الجزائر أن جمعت هذا الكم الكبير من مختلف الدول العربية تمهيدا لما هو قادم، وأقصد القمة العربية التي تعلق عليها الشعوب الكثير من الآمال، خاصة في ظل هذه التحديات الكبرى التي يواجهها العالم العربي.